شو بتقول الأفلاك لمواليد الدلو بشهر أب أوغست من عام 2020؟ بتطلق فكرة أو بتنظم عمل وبتطلع يلي بقلبك للعلن بالنصف الأول من الشهر، رغم بعض التبعثر والتغييرات المفاجئة والتناقضات يلي بتبرز وبتوقع بين 25 من هالشهر. يمكن تطل على أعمال متنوعة، هالشي بيسبب بعض الالتباس أو التشويش. لازم تعرف أولوياتك حتى ما تضيع ببعض المشاريع الكتيرة وغير المضمونة. خطط بهدوء عزيز الدلو، حاذر من المجهول يلي ما بتعرف عنه الكتير. ما تتورط إذا ما كنت متأكد من النتائج بكل جوانبها. يمكن تسعى لإخراج وضع اجتماعي أو عائلي من جموده وتخشى من عدم التجاوب مع حماسي بعده كوكب مارس عم بيوفر لك إياها ببرج الحمل ويبثها في نفسك، ومع سعي لترتيب أوضاع شخصية تتصدر اهتماماتك، خاصة إذا كنت مولود بالدائرة الأولى، في حين أنه نبتون بالحوت بيخلط بعض الأوراق المتعلقة بشأن مالي وبيولد بعض الإرباك لمواليد الدائرة الثانية. بس في جو من التوتر بيسود أجواء مواليد الدائرة الثالثة يلي يحتاجون هالشهر للهدوء والتروي قدام بعض التغييرات يلي رح تلوح في الأفق، وهالشي بترتيبات من ساتورن وبلوتون. ميركوري يلي بينتقل لبرج الأسد حتى يلتقي بالشمس بين 25 بيحمل وجهين، واحد جيد ووجه آخر مربك. يمكن يعرضك لبعض المفاوضات الصعبة والدقيقة ولرفض بتتلقاه من جهة بتشاركها عمل أو من طرف حليف أو من طرف مناهض. يمكن يعني كمان خسارة مالية أو فقدان أمر غالي على قلبك من جهة، ومن جهة تانية لقاء حلو وعرض مناسب من بعض المقربين. كمان يمكن تقدم على اتفاق وعقد بتوقع عليه بهالفترة. كل شيء محتمل، تصور الإيجابي والسلبي أو بيجوا ورا بعضهم، اثنيناتهم محتملين. يمكن ترغب أنك تجمع الناس حولك وحتى يأيدوا خطتك، وبيكون الأمر كتير صعب يا عزيزي، خاصة إذا كنت من وليد الدائرة الأولى، بتخشى على علاقة مهنية أو شخصية من الانهيار. بتدور أحاديث كتير حول طبيعة العلاقة يلي بتجمعك بأحدهم، سواء كانت مهنية أو شخصية أم عائلية. أنت بدك الاتفاق والسلام، بس بشوب هالعلاقة بعض الثغرات، فبتبحث عن قاسم مشترك أو عن تسوية معينة، مسيطرا على أعصابك أكثر من السابق ومستعد لمواجهة كل الاحتمالات. يعني في شيء بده يصير مع حليف أو صديق أو مع جهة شريكة بهالوقت. كل جهد بتقوم فيه بيكون مجدي، ما تهمل التفاصيل، انت بحاجة لمثابرة وعمل دؤوب. على الصعيد الشخصي بتعيش اوقات حلوة وحالمة، وبتعرف تطور بالاسبوع الاول لما فينوس بيكون بعده ببرج الجوزاء وعم بيراعي اوضاعك. بتطل على لقاء غني واستثنائي بيرضي طموحك اذا كنت عازب. بتحمل لك الافلاك مفاجأة حلوة وأوقات سعيدة وملذات من كل الأنواع، تغزو القلوب لتاريخ 20، ولو أنه كوكب الحب ينتقل لبرج السرطان حتى يجعل علاقاتك أكثر رومانسية وحنان وحنين. انتقال فينوس لبرج السرطان بيجعلك تقابل كل وضع شخصي بنبل وترفع عن الأنانية. بيعزز هالكوكب كل علاقة قديمة مبنية على أسس سليمة وارتباطات زوجية حارة وعميقة. أنت قادر أنك تدافع عن حب والاستشراس في موقفك إذا تعرضت هالعلاقة لأي مكروه أو معارضة، بس بتشعر بالأسى وتتألم إذا حاول الحبيب هو بنفسه التخلي عنك، أو إذا شعرت أنه في شيء ما عم بيخليك تمشي على الطريق الصحيح. على كل حال كتير من الأشخاص رح يساعدوك بالأوقات الصعبة هالشهر، فكن مثابر جدا وتجنب أنك تسبب الألم للناس حولك شو ما كانت الظروف. فينوس بالسرطان اعتبارا من تاريخ 8 لآخر الشهر بيشير لحب روحاني أو أفلاطوني وصداقة حميمة
وتواطؤ فكري بعيدا عن اللقاء الجسدي أو البوح بعواطف حارة.